قال المؤلف رحمه الله: الذين يباح لهم الجمع ثمانية. الأول المسافر الذي يباح له القصر. نعم، من يباح له الجمع. ومذهب الحنابلة يعتبر أسهل المذاهب في موضوع الجمع بين الصلاتين، أسهل المذاهب في الجمع بين الصلاتين مذهب الحنابلة، يعني في تساهل كثير في هذه المسألة، يرون هذا من المباح وأنه لا بأس به. منها المسافر، يقول كل مسافر يباح له القصر يباح له الجمع. نحن نتكلم عن الأفضل، يقول يباح له أن يجمع. المسافر الذي يباح له القصر أيضا يباح له الجمع، سواء كان الجمع جمع تقديم أو جمع تأخير. نعم. الثاني المريض الذي يلحق بتركه مشقة. نعم، بعض الناس يكون مريضا، يحتاج مثلا يأكل حبوبا في وقت معين، يحتاج إلى أن ينام في وقت معين، يصعب عليه الوضوء أو التيمم، لا يكون عنده أحد، يتعب من الصلاة، يعني في مشقة مع المرض، هنا له أن يجمع بدون قصر. القصر خاص بالسفر، انتبهوا، ما في قصر غير في السفر، القصر فقط في السفر. نحن نتكلم الآن عن الجمع وليس عن القصر. لك أن تجمع مع القصر في السفر، ولك أن تجمع بدون قصر في غير السفر، من الأمثلة التي سيذكرها المؤلف. قال: المريض الذي يلحق بتركه مشقة، يعني يلحق المريض مشقة بتركه الجمع، خاصة الكبار الآن، امرأة عجوز، رجل كبير في السن، كذا، يقول سير اجمع، سير اجمع، ما في مشكلة، إذا كان متعبا، إذا كانت مريضة المرأة وكذا، لا بأس بالجمع، لكن بدون قصر كما قلنا أنه مقيم. نعم. الثالث المرضع لمشقة كثرة النجاسة. طبعا هذا في السابق، لا حتى في الحال، يعني في غير بلادنا، يعني أحيانا الطفل يبول مثلا كذا، فنجاسة كثيرة، فتتعب في قضية ساعة تبدل ملابسها وتغسلها، وحتى يعني تصلي المغرب أو العشاء أو الظهر أو العصر، فيقول إذا لحقتها مشقة. الحين عندنا حفاظات وهذه الأمور سهلة، لكن في بعض البلاد ما زال ما عندهم حفاظات ولا عندهم كذا، ولذلك هذا الدين عام لكل أحد في كل مكان في كل زمن. فإذا كان هذه المرضع يلحقها مشقة من نجاسات التي تخرج من رضيعها، فلها أن تجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير، ولها أن تجمع أيضا بين الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير، لكن نبهها بدون قصر طالما أنها مقيمة. نعم. الرابع المستحاضة ونحوها. نعم، المستحاضة لأنها تتوضأ لكل صلاة، لأنه يخرج الدم منها، وهذا الدم ليس دم حيض، فإذا تلزمها الصلاة طالما أن الدم هو تمتنع من الصلاة. متى؟ إذا كان دم الحيض، لكن الاستحاضة تختلف عن الحيض، ومرت بنا مسألة الاستحاضة وتكلمنا عنها بتفصيل، لكن الشاهد من هذا هنا المؤلف يقول المستحاضة التي يستمر معها الدم طوال اليوم وليس دم حيض، فلها أن تجمع أيضا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. نعم. الخامس العاجز عن الطهارة لكل صلاة. إيه نعم، إذا كان ما يستطيع يتطهر لكل صلاة، إما أنه لا يجد عنده أحد يساعده، أو لا يستطيع أن يلمس الماء، أو ليس عنده ما يتيمم به أو كذا، فهذا أيضا له أن يجمع. نعم. السادس العاجز عن معرفة الوقت كالأعمى ونحوه. نعم، ما يقدر يميز بين الظهر والعصر، دخل الظهر خرج العصر، مثل واحد يعني قالوا محبوس مثلا أو أعمى، محبوس في مكان مظلم يعني، طيب ما يرى الشمس ولا يدري دخل وقت الظهر أو العصر أو كذا، لكن يعرف مثلا خلنا نقول النهار من الليل يعني بتقدير أو شيء، أو الأعمى الذي لا يجد من يدله على هذا، قال هذا كذلك له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. نعم. السابع من له عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة. كل عذر مر بنا في ترك الجماعة، من يجوز له ترك الجماعة كذلك يباح له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. نعم. الثامن من له شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة. كذلك المهم أن كل من أبيح له ترك الجمعة والجماعة فله أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، قال أهل العلم كخوفه على نفسه أو ماله أو أهله، وكذلك الذي يطبخ ويخشى على الطعام أن يفسد، أو الخباز الذي يخشى على الخبز أن يحترق، قال له كذلك أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. نعم.